بص يا كابتن بدال، قول اتفضل. سامعك. اشرب الاول بق من اللي قدامك ده عشان تاخد ريقه. اهو قهوه، دي قهوه على فكره. اشرب. خالد بيبو رشحك عشان تشتغل في قطاع الناشئين. خالد بيبو بدل هشام حنفي وادي اماره. ماشي حلو. وكابتن بقى الخطيب رفض. ليه رفض؟ قول. ليه رفض؟ ما تقول انت. عشان قضيه النصب دي بقى. ارحم عليك. لا لا لا، مفيش الكلام ده يا راجل. ده هو الكلام ده هو عين العقل. طب رفض ليه؟ انا ما اعرفش. رفض الخطيب، كابتن الخطيب رفض ان انا اشتغل في قطاع ناشئين. انا ما انا اصلا ما قلتش ان انا عايز اشتغل في قطاع ناشئين، تمام؟ واشتغل في امسك اكاديميه، مش قطاع ناشئين بقى، يعني اخد فرع من الاكاديميه. طب لا مش بتاعتي. اخد فرع في الاكاديميه ليه؟ لا انا لو هشتغل مدرب، اشتغل مدرب مثلا في القطاع نفسه، يعني بقى مدير فني في القطاع، مش مساعد حتى كمان. ما ينفعش يعني، انا راجل برضو يعني عندي خبرات وعندي شهادات. طب انت هتبقى مساعد وبعدين تبقى مدير؟ لا يعني. لا اموت حمار. ليه اموت حمار؟ لا طبعا امسك راجل، وبقى انا راجل عندي 40 سنه وبعدين اجي امسك مساعد مدرب؟ ده كلام؟ لا طبعا، مع احترامي طبعا النادي. امال ايه؟ امال ايه؟ عايز تبقى مدرب على طول كده من باب الطاق؟ يا عم انت شايف المدربين يعني عندهم فكره؟ 90% من المدربين بتوع مصر يعني انا ماليش فيه. انت اللي تشوف بقى، دي شغلانتك. لا 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 لا، هو ما بيجيبش الشغلانات، هو بيجيب حاجات تانية. يا شيخ الحارة انا عايز ملايين.